أنا اسمي ديفيد كيز وأنا مدير التنفيذي لـ Advancing Human Rights وأحد مؤسسي CyberDissidents.org. أود أن أتحدث اليوم عن مسألة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. عار على التغاة على هذا التصرف الثيوقراطي الدكتاتوري الذي يمنع على المرأة أحد حقوقها الأساسية الغير قابلة للانتزاع، وهو حقها في التحرك بحرية في بلادها. ألم يولد الرجال ونساء أحرارا؟ يا ملك عبد الله، يا أمير نايف، يا أمير سلطان، انصتوا إلى مسيرة التاريخ الثابتة. عاجلا أم آجلا النساء في بلادكم سوف يسبحون أحرارا لقيادة السيارة. لا يمكن للشرطة الدينية أن تستمر للأبد في سحقها الطموح أروح لأن تكون حر. كونوا على جانب المحق من التاريخ. ولنساء المملكة العربية السعودية أنا بقول كونوا شجاعات، اقذفوا بعيدا نير هذا الاستبداد الرجعي المثير للشفقة. نحن ندعم دون أي تردد حقكم الكامل في قيادة السيارة. السلام والاستقرار لن يأتي إلا عبر تحريركم. شكرا جزيلا.